شو ارتحت بعد ما قتلت الخضروات؟ دوقيها دوقيها. انت اللي قتلت شاهين جيغال؟ مين شاهين جيغال؟ هذا الزلمة اللي هاجم بيتي وقوص علينا. شايف الصدفة؟ هذا شري خالك السابق. مين قصدك بخالي؟ ممكن الزيتون؟ شكراً ابن حماي. برأيك ممكن يكون هو نفس الزلمة اللي لحقناه وترك لي هاي الذكرى البسيطة يلي برجلي؟ معقول يكون هو نفسه؟ أنا ما بعرفه. ما فهمت، كيف ما بتعرفه؟ أنت ما بتعرف الزلمة اللي حاول يحرقنا ونحن عايشين جوات البيت؟ مو هو اللي ضرب علينا رصاص مثل المطر؟ لحظة لحظة استني، مين حاول يحرقك وما قلتي لي؟ أنا اللي عم أسأل مين؟ لا أنا عم أسأل مين يلي حاول يحرقك. خلاص منحكي بالموضوع بعدين. ليش في وقت مناسب أكتر من هذا الوقت؟ أخي والله معك حق يا ابن حماي، أختك بتضل تلف وتدور وما بتاخد منها لا حق ولا باطل. بصراحة أنا ما بقدر عليها، بتدور على الأسلحة وبتعمل مشاكل وحيل كتير، وأخوكي معه حق بالنتيجة. ما فيك تضلي تلفي وتدوري على حدا، مهمته القانون. أنا بعرف هالشعور. يرمون بالبيت بعدين. شوفك بخير. راح أطلع معك مشان واجبك. أنت اللي جبتها معك لهون؟ كانت قلقانة عليك، شو أعمل؟ صار شي؟ يعني خلصنا منه ومن شكله، بس السيارة والسلاح ضلوا هنيك وقت هربنا، ولما رجعت ما لقيت لا السيارة ولا الأسلحة. وشو الحل؟ ما فينا نعمل شي، بس إلا ما نلاقي حل خلي أدنيك مفتوحة. طمنيني عنك. منيحة، وانت كيف حالك؟ شو شبعاني؟ ما شفتك اكلتي شي. مالي نفس، مالي نفس، شبعت من الخدع اللي عم تحكيها. بدي اياك تفسر لي اللي صار. ليش شو اللي صار؟ كم مرة قربت من الموت ولعبت عليه مثل البهلوان على حبل؟ كم مرة قلتلك لا تلحقيني؟ كم مرة قلتلك؟ ماشي، أخوك يجيت
بتعمليه عملتيها، ليش ما حاولتي تخلصي مني وقت رحتي؟ معناتها خليكي على وضعك ماشي على الطريق الصح. شوفي ما عاد في رصاص عم يمر من فوق روسنا. صار فيكي تروحي على المشفى امتى ما بدك وما في مشكلة بالمرة. أنا موافق سلفا. إيه بس لا تعملي شغلات بتضايقني بعد هلا. اتفقنا؟ ليش ما بتعطيني قائمة فيها الشيء اللي لازم أعمله واللي مو لازم أعمله؟ لعيش حياتي حسب القائمة مو أحسن هيك؟ اكتبي القائمة بنفسك أحسن لك. بدي أسألك سؤال، كنت عم تقولي إذا رحت يا أما رح تموت ويا أما أنت رح تقتل الكل وترجع، شو اللي صار؟ ليش أجيتي ومشيتي وراي؟ خير يا ترى؟ خير خير. بضل بقلن إنه الخير مكتوب على جبين الخيل ما بيفهموا عليه.